بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم متابعين قناة رجاء التعليمية. النهاردة إن شاء الله هنشتغل أسئلة ومراجعة على يونت 2 كونكت 2، طبعا الصف الثاني الابتدائي. ونبدأ كده على بركة الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال في اليونت هنا في الأسئلة بيقول لك look and match، يعني هننظر ونوصل. اول كلمة عندنا كيك 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 اللي هو يشوط، وطبعا واضحة الصورة بتاعت اللي هو بيشوط. دايما صورة الشوط طبعا بتكون بالفوت او الفيت. اليفانت 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 طبعا هو ايه؟ الفيل. نحاول الخطوط ما تدخلش ببعض. تيث تيث اللي هي الاسنان، نحاول نحفظ الصورة دي، وفي صورة شبهها اللي هي بسنة واحدة. فيت 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 اللي هي الأقدام، جمع قدم، تمام. و هير 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 يسمع، زي ما احنا شايفين الولد اللي حاطط السماعات على ودنه وبيسمع بيها. ندخل على السؤال نمبر 2 وهو look and circle، اللي طبعا انظر واعمل علامة دايرة. head ولا arm؟ head ولا arm؟ طبعا الصورة السهم مشاور على الرأس، طبعا هنعمل سيركل على هاد. نمبر 2 فيس ولا ليكس؟ فيس ولا ليكس؟ طبعا دول ايه؟ ليكس مش فيس. بيبي ولا ادلت؟ بيبي ولا ادلت؟ طبعا دي صورة حد بالغ اللي هو رجل كبير يعني ادلت. ندخل على الصورة دي برضو، بيك ولا ليك؟ بيك ولا ليك؟ طبعا دي صورة المنقار اللي هو اسمه بيك، بيك اللي هو المنقار، وده طبعا بتميز بيه الطيور. ندخل على السؤال، سيركل ذين رايت ذا وورد. طبعا هنضع دايرة بعد ما نكمل الكلمة. طبعا جايب لي مقطع من حرفين ونشوف كده، هنشوف الكلمات بتاعته ايه اللي هيتناسب هيكمل الكلمة. كلمة اول حاجة فيس، فيس طبعا اللي هكملها بيها سي اي، وطبعا هنا السي اي اهي نمبر 2. طيب نشوف الكلمة التانية سنيك، سنيك طبعا الاس ان هي اول حرفين فيها اس ان سنيك. الكلمة التالتة طبعا ناخد لبالنا ان الفيرب ده مهم، ثرو يعني يرمي بايديه، طبعا الحرفين الناقصين التي اتش س س س الصوت ده. بعد كده بيرد، بيرد طبعا اللي بي خفيف اي، بيرد اللي هو الطائر. نحاول نحفظ الاولاد برضو الكلمات دول مهمين. ندخل على السؤال نمبر 4 وي رايز ميسنج ليتر، طبعا هندور على الحرف الناقص او المفقود. 13 طبعا تي اتش حروف مركبه بصوت ث ث ث، وهنا برضو باث روم برضو حرف مركب ث ث تي اتش. هنا فيت القدمين هنحط دبل اي، اما لو كانت واحده هنحط دبل او، لكن هنا هو جمع للاتنين مع بعض، دي جمع يبقى فيت القدمين. هنا صوره الملك كينج ان جي اللي هي الملك. نشوف كده بعد كده لوك اند شوز، هننظر وبعد كده هنختار. جرين اللون ده فين من الثلاثة دول؟ طبعا اللي هو الميدل ده في النص جرين، وانا بالمناسبة البنسل بتاعي برضو جرين. نمبر 2 انت، وفين انت بالنسبة لدول؟ انت يعني نملة، ناخد لبالنا بين الفرق بين النملة والبي، دي بي، اما الصورة دي اسمها انت، الصورة دي انت، اما دي اسمها بي. ناخد لبالنا كويس نوضح الفرقين عشان الاولاد ما يتلخبطوش فيهم. طيب نشوف كده بعد كده ف اللي هو فين بالظبط؟ طبعا اللي بيكون اللي هو الفرو اللي هو على جلد الارنب او على القطة او الحاجات اللي هي اللي فيها فرو، خلاص اسمها فار. طيب نشوف بعد كده تي اتش اللي هي تيث، تيث تيث اللي هي الاسنان. سنيك اس ان اي كي اي. بعد كده بيبي بي اي بي
واي بيبي اللي هي صورة الطفل. ندخل على السؤال المهم اللي هو الجرامر بتاع يونت 2. طبعا مركز لي على اللي هو استخدامات كان وكانت، ونشوف كده وكمان اللي هي البارتس اوف بادي، ومركز برضو على اللي هي طبعا وظائف الاعضاء، ان كل جزء او كل عضو من اعضاء الجسم ايه وظيفته، وبرضو مركز لي على استخدام الارتكلز اللي هي ادوات النكرة او ان نختارهم مع مين، ونشوف كده. نبدأ على بركة الله، choose the right word. Number one, I can hear ولا see with my ears. أنا بأستطيع أعمل إيه؟ hear ولا see. hear اللي هي my ears اللي هي بأسمع بأذناي، أما see هتبقى with my eyes. طيب إحنا بنراجع بالمرة على كل الحاجات اللي ممكن تجيني في السؤال شبه بعض. I can kick with my طبعا feet. أنا قلت الverb kick كده بيجي معاه feet، أما throw بيجي معاه hands. يبقى كيك بيجي معاه فيت أو فوت، فيت أو فوت سواء جماعة أو مفرد، كيك ومعها فيت. I can speak with my mouth. I can speak with my mouth يعني أنا بقدر أتكلم بفمي. It's a ولا an elephant. elephant بدأ بحرف متحرك اللي هما ال five vowels، ال A وال E وال I وال O وال U. طبعا هي بدأ بال E، تبقى هناخد ال article an. an ant اهي جياني تاني بس مع حرف ال A. an ant has six ولا no legs. طبعا ال ant النملة فيها تقريبا حوالي 6 أرجل، 6 legs اللي هي 6 أرجل، أما السنيك اللي هو الثعبان طبعا no legs. نشوف بعد كده ال look and put yes. طبعا a fish has 6 legs ولا a fish has no legs. طبعا الفيش has no legs، ما عندهاش أرجل، عندها fins اللي هي الزعانف وديل وحاجات كده يعني. طيب نشوف الـ number 2. It's a snake. It's a monkey. ده snake ولا monkey؟ طبعا snake اللي هو الثعبان. نشوف number 3. I can speak with my ears. I can speak with my mouth. احنا لسه حلينها فوق اللي هي I can speak with my mouth. طيب I can smell with my nose. I can see with my eyes. دي بتعمل ايه؟ smell دي بتعمل بايه؟ بالنوز. I can smell with my nose اللي هي number one هي اللي ايه الصح. وبكده اكون خلصت معاكم اختبار على unit 2. اتمنى اني اكون غطيت ولبيت كل اللي حضرتكم طالبينه، مع وعد مع مراجعة unit 3 ان شاء الله. باي باي.